يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما. السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحه؟ كلشي بخير؟ نتمنى تكون اموركم بخير وعلى خير وتكونوا صايمين بصحه جيده وما يكونش اثر عليكم رمضان. اليوم غندوز باش ندوز معكم واحد العشيه، واحد الروتين اللي هو زوين بزاف وفيه واحد الحماس وفيه واحد الطاقه ايجابيه. غندوز باش نبدا معكم. اول حاجه اللي غنديرها، واخا انني دابا انا معطله بزاف باش دخلت للكوزينه، واخا هكاك غنتجهد وغنشوف واش غنتعشاو ولا غنفطروا. اي حاجه طيبت الفطور قبل الاذان وحطيته، راه نتوما معايا عطلتو ود الاذان وانا مازال ما صايبتوش، ها نتوما معايا، ما غنزيد عليكم حتى حاجه، ما غنقص عليكم والو. يلا بينا باش نشوفوا شنو غنوجدوا البنات. اول حاجه غنبدا بها وهي بسيطلات صغار بالدجاج. اول حاجه عندي هنايا طريفات ديال الدجاج مقطعين، عندي جوج بصلات كبارين مشلدين هكا، غنزيدهم على داك الدجاج. انا تعجبوني داك البيتزات الصغار اللي الملحه البنات، غنديرها واحد شويه اللي تيكونوا فرديين، كل واحد تياخذ البيتزا ديالو. سمحوا لي، بسيطله كل واحد ياخذ البسيطله ديالو. غنزيد شويه الزيت، من بعد غنزيد شويه زيت العود. البنات انا هنا ما غنزيد لا ما لا والو، غنخليهم يتشحروا غير في ديك البصله ديالهم وعطلق الميه ديالها وصافي، وندوز معكم مازال. انا البنات راه ما تنديرش لها العطريه دابا، تتطلق هذه البصله مع الدجاج عاد باش تنزيد لها العطريه ديال هاد البسيطلات. ثاني حاجه البنات، الحاجه اللي درت هي دابا غندير هاد الخضره هذه باش تسلق، باش تفور زعما، باش تبوخ هكا. خديت خيزو، شويه لوبيا، شويه البطاطا، القرعه كورجيت، كلهم شرملتهم بشويه التحميره والبزار والملحه والقزبر والمعدنوس صافي، ود الكمون. هادشي دابا اللي درت فيهم، غنشعل عليهم البنات نخليهم. حنا ضروري خص تكون عندنا الخضره في طابله، اما هكا ولا مصوطيه ولا شلاضه. دابا غنخلي هادو يطيبوا ونرجع معكم. شتي البنات كي تطلق ديك الميه ديالها بلا ما تزيدي لها ما لا والو، ديك البصله كافيه باش تطلق الماء ديالها. البنات وهنا غندوز معكم فطائر مرولين هكا، المهم انا غنصايبهم معكم اللي بغى كل واحد واش نتيقول. دابا المهم خديت هاد العجينه هذه، انا ديجا عجنتها، ها هي خمرات، درت فيها الملحه وشويه نص كاس ديال الزيت صافي، هادشي اللي احتاجت ليا، والماء والخميره. نسيت كاينه الخميره والزيت والملحه والماء والزيت تقريبا، وقال الزيت عاودت جوج مرات ماشي مشكل. خرج منها هاد الهواء ديال هاد الخميره هذه. ديجا راه كنت تقريبا هاد العجينه هذه بحال العجينه ديال البيتزا، غير هادي غنخدمها بواحد الطريقه اللي هي مروليه، ولكن البنات هاد العجينه كتجي غزاله بزاف وزوينه. نخليها هكا. عندي هاد العجينه هذه باش غنعمرها، خديت فلفله حمراء وفلفله خضراء وفلفله صفراء ونص ديال وبصله ديال بصله مشلضه. هنا مطيشه، درت واحد جوج مطيشات حكيتهم وشويه مطيشه ديال الحك، شويه الزيتون مقطع، والبنات الزيتون اللي عندهم زيتون كحل من الاحسن، شويه الفرماج، شويه الزعتر. هادشي دابا اللي غنحتاج في هاد العجينه هادي. غنرش هاد سطح العمل بالدقيق هكا وغنطلق هذيك العجينه، سهله بزاف وتجي زوينه، تتبدلي على بيتزا ولا المهم شي حاجه هكا. انا غنعاون هنا بدلك. دابا البنات غناخذ هذيك المطيشه وغنوزعها كامل على هذه العجينه هذه. غنستمر البنات هكا ونرجع معكم.
البنات كنت نسيت لكم واحد العلبه ديال الطون اللي بغى يصايبهم بالكفته ولا بالطريفات ديال الدجاج باي حاجه فيمشيو هاد البيت ضروري. طبعا نزيد داك الزعتر هو عاد باش نزيد الزعتر تعطي فيهم واحد المذاق زوين بزاف. هنا البنات غنزيد داك الفرماج، جد زدت داك الزيتون مقصص وغنزيد الفرماج مازال بهذه الطريقه هذه. ودابا البنات غنبقى نلف هكا بهذه الطريقه هذه، نديروا لهاد الجناب هكا باش ما ديك الحشوه ما تخرجش لينا من الجناب. وما تخافوش منها، راه العجينه فيها الخميره ما غاتجيكمش غليظه وراحت مازال، غنضغط عليها واحد شويه. بغيتو تقطعهم كبار قطعهم كبار، بغيتو صغيورين صغيورين، كل واحد وعلى حساب. غنقطعهم البنات بحال هكا وغنضغط عليهم بحال هكا. انا خديت واحد السينيه ودرت فيها الورق ديال الطهي، نعاود معكم وحده اخرى. هكا طريقه سهله البنات بزاف وما تخافوش منهم. انا نخليهم نخمر واحد شويه، ماشي بزاف غير شويه، وندخلهم الفران. شوفوا هاد الحشوه ديال دوك البسيطلات هي. دابا البنات غندير العطريه، عندي هنا البزار سكينجبير، شويه ديال العطريه ديال الدجاج، وهنا القرفه، وهنا داك الخرقوم، كلهم غنغليهم هكا. وعندي شويه الصبر والمعدنوس. راه البنات اللي عنده الزعفران الحر يضيف الزعفران الحر، والسمن انا السمن ما تيبغوش ليا في الدار، والزعفران الحر ما عنديش. اللي بغى يضيف ديك طماط البنه ديال الزعفران يضيفها، انا ما درتهاش، صافي اكتفيت بهاد العطريه اللي عندي صافي. وغنخلي دابا داك الدجاج مازال يشرب ديك العطريه وديك الدغميره تختار، وغنرجع معكم مازال صافي. البنات دابا هذيك لاصوص ديال دوك البسيطلات راه طابت، شتي كي تجي هكا دغميره. دابا غنزول داك الدجاج على ديك المريقه باش ندوز ندير فيها البيض، ولكن حتى تبرد هادشي كامل حتى تبرد. البنات هنا غندوز معكم البلبوله، اليوم ما غنديرش الحريره غنديرها بلبوله، ولكن هاد البلبوله البنات تجي خطيره وزوينه بزاف. عندي هنا واحد بصله صغيره ماشي كبيره، غنزيد عليها شويه ديال الملحه. بلبوله بالمرقه يعني باللاصوص حمراء هكا، شويه ديال الزيت فاش غتشحر هذيك البصله. عندي بصله، عندي شويه ديال اللحم، طريفات ديال اللحم. عندي هنا الكرافس وجوج فوسو بتوليه عاوتاني، جوج حبات ديال الثومه. ها هي جوج دروس ديال الثومه هي عجات. وعندي هنا الصبر ومعدنوس. انا البنات راه ما تنقطع ما والو، تنخلي حضرتي هي هذه معكم، راه يعني هذا هو التصوير العادي. عندي هنا زلافه معامره ديال البلبوله صافي، والعطريه من غنبغي ندير العطريه راه غنقول لكم. خلي هذه بعدا تشحر واحد شويه وندوز معكم.
البنات في هذا الاثناء يعني الخضيره ديالي طابت صافي ها هي وليت ندير فيها الفرشيطه تتمشي هكا. دابا غنطفي عليها دابا حيد داك الدجاج على ديك البصيله ها هي. دابا البنات غنزيد دوك ثلاثه البيضات وكل واحد على حسب اللي بغى يدير سته البيضات خمسه كل واحد هكا. دابا انا وليداتي وراجلي بلاش ما بلا ما نكثر يعني راه غندير غير شي خمسه البصيطلات هكاك صغيورين باج على شي بركه صافي. دابا نخليهم هاد البيض يتجمع مع ديك لاصوص ونرجع على ديك البصيله ديال اللي تتشحر ديال ديك البلبوله غنزيد دوك الطريفات ديال الدجاج حتى هما يتشحروا مع هاد البصله هادي. وفي هذا الوقت هذا غندوز باش نصايب الورقه بلاتي باش نهز تليفوني باش نصايب الورقه باش ندير دوك البصيطلات ضروري خصني نصيب الورقه في الدار باش نصايبهم حيت دابا تقريبا شي خمسه وقيله خمسه والزياده ما يمكنش يخرج راجلي باش يجيبها ليا هكاك واجده ولا هكا. اللهم نعتمد على راسي ونصايبها واخا كاين ما كايناش الوقت والضغط وهداك الشيء ماشي مشكل. خمسه ونص خمسه ونص البنات يلا غنخبز دابا الورقه وهذيك البلبوله تطيب ما بقاش ليا بزاف تنظن وهانتوما معايا. غنزيد على ديك البلبوله شويه ديال الخرقوم فلفل احمر تحميره شويه شويه وصافي وشويه ديال البزار والسكينجبير باش تكون صحيه اكثر فيها الثومه والسكينجبير. هاد البلبوله هادي صحيه وزوينه بزاف المذاق ديالها خطير على بالي تعجبني بزاف كاع صافي. دابا زدت داكشي كامل غنزيد الصبر والمعدنوس وعندي هنا واحد المعلقه ديال المطيشه حتى هي غنزيدها وصافي وغنزيد عليها الماء ونخلي حتى الماء يغلي ونزيد البلبوله مازال. البنات هذوك بيتزارو ليها وما خمروا دابا غندهنهم بالبيض بحال هكا غير باش يتحمروا. اللي ما عندوش مع داك الريحه ديال البيض في هاد بحال هاد الاكلات اللي عامرين بلاش كاع انا باش يتحمروا ليا من هاد الجنيبات هكا غندهنهم ونرجع معكم. البنات هنا غندير لهم انا شويه الفرماج من فوق بحال هكا كيف ما تنقول ديما راه بلا فرماج غيجيو زوينين بلا فرماج غيجيو زوينين بلا فرماج غيجيو زوينين. اللي ما عندوش الفرماج بلا ما يديروا كاع يزينهم يدير لهم بحال هكا الزعتر الفلفل هذيك التحميره الفلفل الاحمر يعني هكا غير رشات باش يجيو جيو مشكلين لونهم زوين. اي حاجه تصايبوها راه غتجي معاهم. غنكمل بحال هكا وسخنت انا الفران وغنديرهم في الفران وهانتوما معايا صافي. البنات طابت هذيك المريقه ما فيهاش شي حاجه اللي هي غطيب بزاف خاطر اللحم خليته طاب وغنزيد دابا ديك البلبوله. البنات البلبوله ضروري خصكم تغسلوها قبل ما ترميوها في هذا صافي. ودابا راه نقصت عليها وغنخليها طيب على خاطرها. البنات هاهي ديك التغميره ديال البصله مع البيض هي هادي وداك الدجاج قطعته هكا طريفات صغار وخلاص الورقه ها هي. شويه اللوز مهرمش بقشور وهذا المهم انا قاليا هم مهرمشا ومخليه في هاد الدجاج. البنات غنزيد شويه القرفه تحمقني انا ريحه القرفه في هاد البصيطلات الصغار. خلاص البنات البسطيل وشويه الزبده البسطيله اللي تتكون بسطيله كبيره تتكون خلاص هذيك هي اللي تتكون زوينه حتى هادو تيجيو زوينين ولكن هذيك الاصاله والمعاصره كما تنقولوا يعني الاصليه
وتتلقي فيها يدك، يعني تتدهنها بعدا بالزبدة. تجبري كيفاش تشكليها، كيفاش تسوقيها، وتجي كبيره زوينه بزاف، تيكون فيها يعني تقريبا كيلو ديال اللوز هكا، جوج دجاجات. هادو دابا حنا غير ها حنايا بعضياتنا سيطلات، ولكن تيجيو زوينين بزاف. تندهن هاد ليمون هكا، اللي عنده شي زليفات صغار ولا هذا اللي كيف ما اي حاجه كاينه صغيوره باش تصايبهم بحال هكا. نعدي هاد ليمون ديال كيكات صغار هكا، غنديرهم كاملين عاد نبدا نعمر. هادوك ميني بيتزا، ها هما البنات تيطيبو، ها هما شي قارب ويطيبو، مبقاش فيهم بزاف البنات. انا غندير الطبقة ديال الدجاج هي الاولى بحال هكا، دابا غندير ديك البصله وداك البيض هكا. وغناخذ هذاك اللوز، وغندير الطبقه هكا، وندير ليها الزبده. انا مازال غنزيدها واحد الورقه واحده اخرى هكا تجي. خرجتها من البرا راه البنات، هذيك الرولو اللي شفتو اللي سيطر خرج كميه كبيره، كاينين هادو مازال هادو، يلا غنديرهم عاد عاوتاني في الفران. شو كي تيجيو، تيجيو زوينين بزاف البنات. ها همايا شتي هادو، نقطع معاكم شي وحيده سنين الموس بلاتي. سخانين تيجيو زوينين بزاف، ها هما عامرين وزوينين. ها هي البلبوله تجي زوينه بزاف، وتشكيلها رائع البنات. غندوز ديك الخضيره اللي درت معكم سلقات، ها هي تبوخات. البنات ها هو داك الطبيسيل ديال الخضره وديال الشلاضه، الشلاضه بالخضره مسلوقه والخيار ومطيشه. صافي البنات دابا غندوز العصير، عندي 4 الحبات ديال الليمون مع واحد لافوكا. عندك الموس؟ كما تنقول لكم ديما، اخر ما تندير انا في الماكله ولا في العواصر هو هذا العصير هذا.
اي عصير بالليمون، اخر واحد تنديروه هو بالعصير بالليمون باش ما تمشيش منه داك الفيتامين ديالو. دابا صافي بقاو ليا غير داك البسيطلات راهم في الفران يكملوا. صافي راه كملت الشغل وندوز نوريكم الباقيه ديال المواعن. البنات دابا ديك الروينه ديال المواعن البنات هادو هما الاطباق ديال اليوم. غنبدا لكم بديك البلبوله اللي مرقه اللي صايبتها بالمرقه، جات زوينه وجات غزاله بزاف. جربوها وردوا عليا الخبر، تجي زوينه بزاف. تنبدلو على الحريره كل مره. وهذوك هكا دوك الخبيزات اللي عمرتهم درتهم رولي وقطعتهم ودرتهم في الفران، شتي الشكل ديالهم كتيجي، حتى المذاق تيجي رائع. وهذوك البسيطلات اللي عمرت بالدجاج، ها هما البنات كيفاش قدمتهم كل واحد وكيفاش يشكلهم. العصير اللي درت بلافوكا هو هذا، لافوكا والليمون وخلاص. الخضيره ديالنا وسلاطه خضراء بحال هكا، هذا هو فطورنا وبصحتكم فطوركم. اخر ما بقى لي دابا هو اتاي، رديت دابا الماء وغنعمر اتاي. دوك الماء عندرتهم بلا فيسيل، بقات لي الكوكوط. المهم ندوز باش نهضر معاكم البنات. هادو هما الشهيوات ديال اليوم، وهذا هو الفيديو ديال اليوم اللي شاركت معكم. تنتمنى هذا الفيديو ديال اليوم يعجبكم. حاولت كل نهار نعطيكم شكيلات، كل نهار نعطيكم شهيوات. انتم تعرفوا رمضان تيبغي الشهيوات تيبغي هكا، ومنها وفي نفس الوقت تندير كل نهار حاجه بلاش داك الافراط، بحال نديرو بزاف ديال الحوايج في نهار واحد ما كاين علاش. والحاجه اللي غترمى بلاش منها الانسان يدير داكشي اللي غياكل. انا كيف ما قلت لكم ديما وكيف ما عودتكم، انا ما تنديرش مازال عاد العشاء ولا تندير السحور. صافي داكشي اللي تندير في الفطور تنفطروا به، وداكشي اللي بقى تناكلوه ولا يجعل شي بركه، بلاش من الافراط بلاش من كثرة ديال الضياع بلاش منها. تنتمنى البنات هاد الفيديو اللي قدمت معكم ولا اللي درت معكم يعجبكم، ولا عجبكم ما تنساوش جالسين جالسين تتفرجوا ديروا ابوني علاش لا، وديروا لايك وصيفطوا لي كثرت الكومونتيرات اش بغيت نصيب لكم، اشنو نشارك معكم، واشنو اللي تيعجبكم واللي ما تيعجبكمش. تنتمنى نكون عند حسن الظن ديالكم وما نكونش ثقيله على قلوبكم. بالسلامه عليكم، وتهلاو لي في راسكم بزاف وفطوركم بالصحه والراحه. بالسلامه عليكم. يا نور الهلال اقبل تعال، فالشوق طال والقلب سما نحو السماء.